بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة يا شباب هناخد باراجراف جميل وسهل وممكن يكون موضع اختبار. تعالوا نشوف كده مع بعض يا شباب. عنوان الباراجراف: An animal، الحيوان. That you like، الذي أحبه. The hippo، فرس النهر. Is the animal I like most، هو أكثر حيوان أنا أحبه أو أنا معجب به. Full stop. Hippos live، فأفراس النهر تعيش. In Africa، في قارة أفريقيا. Full stop. They like water، فأفراس النهر تحب الماء. And و spend، تقضي. About، حوالي. 16 hours، 16 ساعة. A day، في اليوم. In، داخل أو في. Rivers، في الأنهار. Or lakes، أو البحيرات. Full stop. They live، فأفراس النهر تعيش. In big groups، في مجموعات ضخمة أو مجموعات كبيرة. Of 30 or more، تتكون من 30 فرس أو أكثر. Full stop. They are، فأفراس النهر تكون. Very large animals، حيوانات ضخمة جدا. With big heads، لها رؤوس ضخمة. And و small ears، آذان صغيرة. Full stop. They weigh، فأفراس النهر تزن. More than، أكثر من. 4000 كيلوز، تزن أكثر من 4000 كيلو للفرس. And are usually about 1.6 meters tall، وطولها عادة يكون حوالي من 1.6 متر في الطول. Full stop. Hippos، فأفراس النهر. Ate، تأكل. About، حوالي. 35 كيلوز، من 35 كيلو. Of grass، من الحشائش أو من العشب. A day، في اليوم. And they also، وهي أيضا. Eat، تأكل. Fruit، الفاكهة. Full stop. They walk for up to 10 kilometers، فأفراس النهر تمشي لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات. Every night، كل ليلة. When، عندما. They look for، عندما يبحثون عن. Things، أشياء. To eat، كي تأكلها. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم. مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.